هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصك باسم المشتري، ولكن يرهن الصك بأن لا يباع حتى توفي بالسداد. هي لا بأس من جهة الرهن والشراء، ما في بأس، لكن أموال البنك، أموال البنك ما هي سليمة، فيها ربا وفيها شر. نعم، كونهم يشترونه لك هذا معناه أنه ما شروه لهم ولا تملكوه، وإنما شروه لك ودفعوا قيمته قرض في ذمتك ويأخذون زيادة، فهو ربا، هذه معاملة ربوية. أما لو كان البيت لهم من الأصل وموجود عندهم وباعوه عليك، عاد يبقى مسألة أصل مالهم وفيه ربا وفيه. على كل حال، الابتعاد عن البنوك لا شك أنه أبرأ لذمة المسلم. نعم.